شوفي روسيا شوفي ليش كل العسكر جايبه معاك؟ يا ابو حاتم في امر من القياده بازاله باب الحاره. شو ازاله؟ شو مثل ما سمعت يا ابو حاتم في امر من القياده العليا بازاله باب الحاره، فارد تحكي انت والشيخ عبد العليم مع رجال الحاره مشان ما حدا يقاومنا، ولا حتشوفوا شيء ترى ما كتير بيسر خاطركم. استغفر الله العظيم، شو هالحكي اللي ما له طعمه؟ بشو جعسكن هذا الباب لحتى بدكم تيموا؟ هي اوامر عليا واكثر من هيك انا ما بقدر فيدها. شو الشغله على كيفك وكيف اوامرك؟ هذا الباب مبني من سنت انست، ولك هذا الباب ستروا غط علينا، هذا درعنا، ما حدا بيسترجي يشيله قبل ما يشيل راسنا. هذا الحكي لا بيقدم ولا بيأخر، الامر بده يتنفذ ولو بالقوه. خلاص خير يا جناب الضابط، خير يا بجد، شوفي كل يوم انا والثاني صار عكوفي. قال معهم امر خلع باب الحرم يا بكامي. لا شو الحكي؟ ليش شو الحكايه يا جناب الضابط؟ شو بدكم من الباب لعجال؟ هذا الباب طول عمره موجود هون وما حدا انزعج منه. شو يا شيخ عبد العليم بدك تفتح معي تحقيق كيف وليش وامتى وين؟ الامر بده يتنفذ وخلصنا. نحن بنعرف ايش قوتيمو باب الحاره لحتى تخلونا ضعاف ونستسلم بدون اي اعتراض، وخص نص بعد اللي دقتوه من اهل الحاره لما حاصرتوها المره الماضيه. مظبوط، بدكم تفوتوا على الحاره انتوا عناصركم من غير ما حدا يوقف وبشكن او يمانعكم، ما هيك؟ نحن لما منقرر نفوت على مكان ما منهاب حدا ومين ما كان يكون. فرنسا هي اللي فتحت ابواب الشرق كلها. حاره الضبع غير شكل، واللي ما بيعرفها يروح يسال عنا. هدول اللي شايفتن عينك هن أهل الحارة، رجالة وشبابة وشيبة وولادة، يمكن سمعت رأيهم. روح قول للي بعتوك باب حارة الضبع ما بينام لأنه في بقفار رجال. عدي يا أبو حاتم عدي، هذا قرار قيادي عليا بده يتنفذ، ما له لعبة. ها روق أبو جودة، روق ليوم يطقل لك شي عرق لحمس على راسك، تعرف حجمك وأساسك. هلا بين معدنك المصدي. لك روقوا يا جماعه روقوا، كلها شغله بسيطه وبتنحل. ما عاد في رواق، ونحن جاهزين اللي بدكم اياه. بدكم معركه؟ هاي الارض شرفوا. هذا الباب بده ينقم من محله، اللي عجبه واللي ما عجبه. مين اللي بده ينقم باب الحرم؟ مين؟